محمود ويا قايد الثالث سيدي محمد يا قايد الثالث يا قايد الثالث سيدي محمد يا قايد الثالث وعلى الحق ثابت سيدي محمد على الحق ثابت ويا قايد الاول سيدي محمد يا قايد الاول للابد سيدنا محمد فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء هذه الصحيفة النجسة شارلي ونقول لهم إن الحرية لا تعني التطاول على أشرف خلق الله صلوا عليه تكبير الله أكبر بالحي المجاهدين بالحي المجاهدين في العالم لا نصر الدين في العالم لا نصر الدين هذه المدينة تابى إلا أن تقف إلا أن تابى أن تركع وتابى أن تذل إلا لله هذه المدينة لن تعطي الولاء ولن تعطي الانتماء في تاريخها إلا لرجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقوده فرنسا وبريطانيا وامريكا على وجه الخصوص اقدر وجوه عرفها التاريخ هؤلاء لا يكرهون محمدا صلى الله عليه وسلم فحسب بل يكرهون كل الانبياء والمرسلين وما الحروب الصليبيه التي خاضوها باسم سيدنا المسيح عليه السلام الا دلاله على ذلك وما مواقف قدراء وسفقاء بني إسرائيل في وجه سيدنا موسى عليه السلام أولئك المشعوذون عبر التاريخ إلا وقفة الكفر في وجه الإيمان والمحبة خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود يا فرنسا لم فلوسك يا فرنسا لم فلوسك جيش
جيش محمد راح يدوسك، جيش محمد راح يدوسك يا حبيبي. انصرنا بنا العدنان الا رسول الله الا رسول الله.